اثنين. وأثناء ذهابنا إلى الدوام الرسمي في القصر العدلي بحماة تعرضنا لمجموعة مسلحة 7 أشخاص قاموا بإنزالنا من السيارة العائدة لخدمة السيد المحامي العام، وأشهروا علينا سلاح بواريد روسية حربية، وقاموا بإنزالنا من السيارة، وقاموا بإطلاق عيار ناري واحد في الهواء، وأرغموا السيد المحامي العام على الصعود معهم بسيارة سرفيس مازدا لون أبيض يحمل لوحة رقم 942-200 حماة، والرقمين الآخرين لم أتمكن من معرفتهما كون الأنظار كانت باتجاه السلاح. وبعد أن قاموا بوضعه ضمن السرفيس قام أحد الأشخاص بركوب سيارة المحامي العام واقتادوا السيارة واتجهوا إلى جهة مجهولة. على الفور قمنا بالاتصالات الهاتفية إلا أن الشبكة كانت مشغولة ولم يتم الاتصال بأي رقم، حتى وصلنا إلى مدينة حماة عن طريق السرافيس العابرة، وقمنا بإخبار السادة رؤساء النيابة الذي بدورهم قاموا بإعلام الجهات المختصة. أنا المواطن محمد فطراوي من محافظة حماة بلدة كفر مبودة. في صباح 29/8 من يوم الاثنين وعند ذهابنا مع السيد المحامي العام في سيارته الحكومية وفي ناحية كرناز، قامت مجموعة مسلحة مؤلفة من 7 أشخاص باعتراض طريقنا وإشهار الأسلحة الحربية في وجوهنا وإنزالنا من السيارة، فطلبوا من المحامي العام الصعود معهم في سربيس، فتمنع السيد المحامي العام فقام أحد العناصر بإطلاق طلقة في الهواء فاقتادونا أنا وبهاء اليوسف والسيد المحامي العام إلى السربيس صالون. فبعدما صعد السيد المحامي العام قاموا ببعادنا عن السيارة وأخذوه عنوة وأخذوا السيارة الخاصة، سيارة السيد المحامي العام التابعة لعدلية حماة، فأخذوه إلى جهة مجهولة. وبعدها قمنا أنا وبهاء اليوسف بالذهاب بالميكروباصات العامة إلى محافظة حماة، وقمنا بإخبار النيابة العامة والجهات المختصة. الأبرتايد مستمر ومتنقل من أمريكا وأماكن احتلالها إلى شركتها إسرائيل. والأبرتايد وإن